مونيشا صارت وراكي. مونيشا، شو اللي خلاك تعمل هيك؟ فهمني ليش عملت هيك؟ ليش شو عملت؟ وعم تسأل كمان؟ انت ارتكبت جريمة. شو قلتي؟ قتلت ريدفيك. شو السبب؟ مونيشا اهدي شوي، ماشي؟ ما تحاول تعمل حالك بريء، بس بدي افهم ليش قتلت ريدفيك مع انه كان بده يساعدك. انت ما بتستاهل الواحد يعمل معك منيحة ابدا. يا ترى بشو عم تفكر؟ فيكي تزعجي اي واحد من هالعيلة، انا ما بتفرق معي منوب، بس اذا جبتي سيرتي رح يكون حسابك كتير كبير. يعني حضرتك قتلت ريدفيك بكل قلب بارد وهلأ جاي عم تطلب مني اني اهدى وروق؟ اللي كيف؟ لك انت بتعرف قديش كان بيوثق فيك؟ كان من زمان حاطت بباله يحكي لك كل الحقيقة. انا لازم اخبر اخي ريشاب مين عدوه، ريشاب لازم يعرف كل شي بدي احكي له، وانا حاولت امنعه مرة بعد مرة، بس مع الأسف إنه كان ريشاب بالنسبة إله بطل كبير. هو كان بيحبك كتير، كل مرة كنت هدي وقل له استنى الوقت المناسب هو يقول لي مسكين ريشاب. بس هالمسكين شو أخذ منك بعد هالوفاء كله؟ بس أنا رح خليك تدفع الثمن. مونيشا، بعد إيدك، بعد إيدك، خلص بعد إيدك عن أخي. اهدى. طيب هلأ رح أتركه، بس صدقني ما رح تنفد مني. عائلة لوترا دائما بتمثلوا دور العائلة المنيحة، يعني أنا بحياتي ما شفت ممثلين شاطرين مثلكن، وأنت كنت كتير شاطر بتمثل دور الشريك مع ريدفيك. تعرف ريدفيك كان بيحترمك كتير وكان معتبر إنه أنت مثله الأعلى، الشاب المحترم واللي بيحب الخير، رجل الأعمال ريشاب لوترا. بس شو كان غلطان؟ انت شخص مانك محترم، انت مجرم. كيف قدرت تعمل هيك؟ انت قتلته لريدفيك. ما رح سامحك بنوب بعد هالجريمة. انا مقدر الوضع اللي عم تمرقي فيه، انا بفهمه، بس روقي ماشي. خلص اهدي، خلص اسكت بقى، انت واحد مجرم وما رح تفلت. شو عم تعملي؟ انا بس بدي افهم انت شو صاير لعقلك يا مجنونة؟ في بعقلك شي؟ تعرفي مين عم تلومي؟ تصرفك ماله مبرر بنوب. هذا الزلمة كان بده يساعده لريدفيك، وإذا احترم زعلك وسكت مو معناته تتطاولي بهالأسلوب. يعني أنت عن جد مصدقة إنه قتل ريدفيك؟ عم تتهميه وتلوميه؟ جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.